ثرمثة قصة يا أخي، قصة قصة يعني. تعرف الفلكلور؟ الفلكلور فلكلور. يعني يا أخي حاسك حاسك بتتلذذ وأنت بتحكي يا كمال. لأنه التاريخ لا يمحى مناضلينه في كل شيء، سواء في سياسة، في رياضة، في طب. طيب احكي لنا عن الرمثة شوي. الرمثة يوم طلع عمل بال77 عمل ضجة كبيرة، فريق شباب وخطة اسمها خطة عليهم. خطة عليهم. يسبقوا الكرة من سرعتهم ما شاء الله. لا جد كان اسمها، ولا انت اللي سميتها؟ لا والله كانوا هم اطلقوا عليهم. عليهم عليهم جاي من هاي عليهم جيت ما جيت. فريق البلدي الحلو بتشم فيه الأصالة، فريق فريق قرية أردنية بسيطة بس للتاريخ. لا فيصلي ولا وحدات في ذلك الوقت، حتى تلك اللحظة. أول من أملأ استاد عمان الدولي إلى بكرة أبيه فريق نادي الرمثة بعد صعوده بسنة، لعب نهائي 78 في استاد عمان مع فريق التلامذة الأهلي، وكان فقط محتاج التعادل. وجاء هاي المباراة مسجلة عندي على فيديو، أيام فيديو. هذه تدخل التاريخ كأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية بيكون ملعب استاد عمان من 27 إلى 28 ألف متفرج. 78 وخسرها اليوم الرمثة. سجل المرحوم خالد الزعبي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، هذا لعب له إياها اللي هو الآن مدير الكرة في الرمثة، محمد العرسان، الطباخ، الفنان، اللعيب الكبير محمد العرسان. على هاي الصورة بس والله يا شباب وقفون عند هاي الصورة. حكيت لي هاي في قبل هذه اللقطة النهائي وحضرها المغفور، هاي 78 الملك الحسين رحمة الله عليه. وهاي اللقطة كانت أول مباراة، هاي أول مباراة في تاريخ نادي الرمثة. هاي صاحبك الدكتور ناجح الجبات هناك، حبيبنا الأستاذ ناجح، الله يسعدك دكتور ناجح. هذه أول مباراة تلعب للرمثة صباحية، انظر الجمهور. طيب زمان كان يلعبوا صباح وصباحي، ما في إضاءة، ثلاث شوف زي السينما، ثلاث شفتات، ثلاث مباريات بتذكرة إذا بدك. والله من العشرة للاثناعش، من الثلاثة للخمسة، ومن الثمانية للعشرة. حكيت لي كانوا يعلنوا عن المباريات بالسبعينيات. نعم. بالسيارة أبو رقيبة رحمة الله. سيارة كانت تطلع من تفضل حكينا على القصة. هذه سيارة صغيرة تخرج من المدينة، تضع في أعلى السيارة سماعة كبيرة، ويقعد هو ومحمد المصري انتظروا غدا المباراة الكبرى بين الفيصلي والجزيرة على استاد عمان. سعر التذكرة 250 فلسا. أي سنة هذا الحكي؟ سبعينات، بداية السبعينيات. نعم. هذا وتلف بعمان السيارة، تلف الأول الثاني الثالث جبل عمان، تنزل إلى السوق، تحضر إلى الويبد الحسين، وطبعا بعدين يروحوا للمدينة. وكان يجي لمباراة الفيصل والجزيرة مش أقل 8000 10000. الرمثة حقق الألقاب ومن يومها أصبح منافس شرس عليه. الرمثة الفريق الذهبي برضو 81 82، فريق لا يشق له غباره.